تحت عنوان حب الوطن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لم يعرف التاريخ بقعة على وجه الأرض كالعراق، فهو أرض الأنبياء، دفن فيها آدم ونوح وهود وصالح ويونس وذي الكفل وآخرون. عراق علي والحسين والكاظم والجواد والهادي والعسكري والحجة ابن الحسن المهدي صلوات الله عليه. عراق الصحابة والتابعين والأولياء والصالحين. في العراق أولى الحضارات البشرية، في العراق أولى القوانين البشرية. العراق يجمع السني والشيعي، الكردي والمسيحي، والصابئي والأيزيدي، والآشوري والتركماني. فليسمع جميع العالم، بلدي سيد الأوطان. فليسمع جميع العالم، بلدي يجمع الأديان. لبيك يا عراق، لبيك يا عراق، لبيك يا عراق. لهذا سطح صوت المرجع العراقي السيد الأستاذ الصرخي عاليا معلنا ولاءه للعراق، فقال: لنرسم، لننقش، لنهتف. أنا عراقي أحب العراق وشعب العراق. أنا عراقي أحب أرض الأنبياء وشعب الأوصياء. أنا عراقي أوالي العراق، أوالي العراق، أوالي العراق. أنا عراقي أرفض السراق. أنا عراقي أرفض التقسيم والتهجير والتقتيل والنفاق. فالشرع والعقل والتاريخ والأخلاق يوجب علينا أن ننصر العراق وشعب العراق وثروات العراق وكرامة العراق وشرف العراق وعروبة العراق ودين العراق وتاريخ وحضارة العراق. لبيك يا عراق، لبيك يا عراق، لبيك يا عراق، لبيك يا عراق، لبيك يا عراق. نعم يا أخوتي، فمظلوميتنا واحدة وقضيتنا واحدة ووطننا واحد، وسنبقى عراقا واحدا خاليا من ضباع الليل وخفافيش الظلام وشياطين الإنس وقوى الشر والتسلط والفساد والعملاء والسراق. أنا عراقي
أحب العراق وشعب العراق، أنا عراقي أحب أرض الأنبياء وشعب الأوصياء، أنا عراقي أوالي العراق أوالي العراق أوالي العراق. وهذا هو الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.